ايام زمان بحس ان الرجاله ما كانتش بتهتم بان يحطوا كريمز على وشهم على ايديهم ومش عارف ايه، بس في العصر اللي احنا فيه بقى الرجاله كمان بتحب تهتم ببشرتها بجلدها، ودلوقتي الرجاله بتعترف بالحاجات دي، زمان ما كانوش بيعترفوا ان بيحطوا. فطبعا مهم جدا ان كل الرجاله تهتم بالحاجات دي، بالذات لما الواحد بيكبر الجلد محتاج يعني مينتننس. السؤال اللي بعد، انا بتابع بس الضوافر اللي ما بقدرش اعملها دي المبرد ده بيقتلني، كل حاجه غير المبرد. ايه السؤال اللي بعده؟ الستات والفاشن، بتابع قد ايه الفاشن بتاع الستات؟ مفيش اي حد ما يقدرش يتابعها، انا بالذات ان انا بسافر كتير وبروح كتير، بحب اشوف الديفرنت كالتشرز اللي بيحصل ما بينها ما بين هنا، وكنت لسه راجع من لندن وبرجع اقول ان بقالي 7 سنين بقول نفس الحاجه، الجمال والفاشن في لبنان ما يعلى عليه في العالم كله، ان الستات هنا بتعرف تلبس، بتعرف، كنت بقول للسواق تاكسي امبارح الستات هنا بتحط ميك اب بطريقه ان مش بيبقى اوفر، بتروح بلاد تانية بيحطوا الميك اب كده ببويه يعني.